الشباب اللي مهتمين في الخيول أنصحهم أن مجال الخيل اللي بيدخل فيه ما يقدر يطلع منه. الحب اللي أنت بتحبه للخيل يعني مش مجرد أنك كلام. الخيل لما تدخل في المجال تحس أنه هو ماخذ كل وقت. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلئ الاتحاد. وكما عودناكم دائما باستضافة شخصيات ومشاريع استطاعت النجاح بفترات زمنية قصيرة، ومن هنا من اسطبلات الغنامي رحبوا معي بالمؤسسين. جاتنا فكرة أن نأسس اسطبلنا الخاص أنا وزميلي، فبدينا بداية جميلة وفترة زمنية قياسية، والحمد لله توفقنا فيها والله. الفكرة هاي بنأسس فيها تدريبات، تجهيز فرسان، تأهيل الفرسان. أول بدايتي كان امتلاك خيلين. من الخيلين هذيلا زادت الفكرة، ليش ما يكون عندي مكاني الخاص؟ الخيل شيء عظيم، شيء مثالي، وكل الناس يعني وشيوخنا جزاهم الله خير مهتمين في شيء اسمه خيل، وفئة كبيرة من الناس داخلة في هذا المجال. أولاً اسمي عبيد مصبح العليلي، أنا في اسطبلات الغنامي من 6 شهور. طبعاً بديت أشتغل من نفسي أدرب خيولي الخاصة في القدرة، وفي عندي حصان قفز حواجز، وبديت تدريب خاص يعني فيني أنا، إلى ما تعرفت على أبو راشد عبيد البدواوي فجيت عنده. هنينا طبعاً يومينا هنين نكمل بعض، فبديت أنا المسيرة عقب التدريب كتدريب فرسان، تدريب القدرة للفرسان والخيول كعدد كبير هني في الاسطبل هذا. وجنودنا ليهم فخر بسماها، نيشان فخر لنا دوم وأبد، وبنت زايد للوطن الله حباها، ربت أجيال الفخر عز الطلب. وجنودنا القدرة طال عمرك هي صعبة جدا، ونحن كلنا كل واحد يكمل بعض، كل واحد يكمل الثاني، يعني كمدرب، كمساعد مدرب، كسياس وفرسان اللي عندي، يعني كل واحد يكمل الثاني. تعليمات، وبعد في جهد كبير ينبذل كمفاحيم، كتدريبات قاسية للخيل وللفارس نفسه
والمدرب طبعا اللي هو اللي يشرف على كل صغيره وكبيره في المجال. لا تقرب حماها الا محب الا لا تقرب منازلها الا محب الا محب. يعني عندي فارس عمره 6 سنوات يجيني العصر، عندي من 6 سنوات وطالع، ما عندي سن معين، عندي واحد يركب عندي تقريبا 50 سنة، فما عندي سن معين للركوب. والله الصعوبة تكمن هي في القدرة كصعوبة، يعني أنا واجهها في تدريب القدرة كخيول وفرسان صعبة، لأن يجي مثلا الفارس ما عنده سياسة أو ركوب لازم يأثر سلبا على الحصان اللي راكبنه، فالخيول القدرة أغلبها تكون شوية حارة، والفارس لازم يكون متمكن بقدر الإمكان، إذا بالذات إذا كان الخيل جاهز، فهم علي؟ أما بالنسبة للأرينة هني تدريب فرسان أنا ما واجه صعوبة معهم، لأني أمشي معهم بالخطوات، أجلس أفهم فيه، أجلس أشوف الخلل اللي عنده وصعب عليه المرحلة، وأجلس مثل ما تقولين أوهقه في بعض الأمور، بس مش إنه لدرجة أنه هو أخليه يتعب فوق الحصان فيكره الشغلة، لا أنا شوي 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 إلين يحس بتغيير. فنحن نحاول في الاسطبلات الغنامي هني في كل كلاس يتعلم الفارس شيء جديد عليه، ما نكرر له في كل كلاس، هو نعيد له الميموري كل مرة كل مرة فهو يمل، فنحن نحاول بأقصر مدة ممكنة هو طالع مع الفرسان الأوترايد برا. من سياسة الاسطبل الأمن والسلامة هي أهم شيء عندنا. لازم الخيل يكون جاهز، نجهزه للسباقات علشان الرايدر اللي هو المتدرب يوم يركب في السباق يكون الخيل جاهز، ما نواجه صعوبات في الفحص وفي الترك نفسه، يعني من ناحية الليب من ناحية المنتبلك من ناحية الكوليك، ونواجه يعني بعض الصعوبات في الخيل، أن إذا الخيل مش جاهز ما يقدر يروح. نلبسهم الهلمت، القفاز والشابس، وللأطفال الصغار فيه اللي هو نفس الاسفنج نلبسه علشان لو طاح ما يتعور. يتبع الخطوات الصحيحة علشان يكون فوق الخيل متناسق ويكون يبرز نفسه أنه فارس. نوجه الشكر لشيوخنا وحكامنا وحكومتنا الرشيدة، ما قصروا ولا بيقصروا إن شاء الله مع الشباب ومع الجميع بإذن الله، ونشكرهم على نعمة الأمن والأمان ويزاهم الله خير. أشكر حكومتنا الرشيدة على الشيء اللي هم يقدمونه للشباب ودعمهم للشباب ومشاريع الشباب، وكذلك نحن دائما متميزين، دولة متميزة، وإن شاء الله نحاول نحن كمستثمرين
صغار أو مستثمرين كبار، نرجع ونحقق بطولات ونحقق أشياء ترفع راية البلد. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلي الاتحاد. وكما عودناكم دائما باستضافة شخصيات استطاعت النجاح والتميز والتقدم في مجال عملها، رحبوا معي بأحد مؤسسين اسطبلات الغنامي السيد عبيد البدواوي. ببداية أسأل الله أوقاتك. يا مرحبا بك. يعني سيد عبيد، لو أخذنا نبذة بسيطة عن من هو السيد عبيد البدواوي. عبيد البدواوي طول بعمرك شخص عادي جدا، بديت بداياتي مثل أي شخص في مجال عملي، المجال الحكومي طبعا. يعني لو أردنا أن نستذكر معا، من أين أتت إنشاء فكرة مشروع اسطبل الغنامي؟ الفكرة كانت كبداية أن نشوف الخيول، نعشق الخيول، يعني نشوف أن الخيل شيء عظيم، شيء مثالي، وكل الناس يعني وشيوخنا جزاهم الله خير مهتمين في شيء اسمه خيل، وفئة كبيرة من الناس داخلة في هذا المجال، فحبينا الفكرة وحبينا أن نأسس مشروعنا الخاص ونشارك ونتحدى مع الناس. نعم، يعني دائما نستذكر أن أي فكرة مشروع، يعني أرض الواقع تختلف عن الأحلام والحياة النظرية. دائما نستذكر بعض الصعوبات التي استطاع مؤسسين اسطبل الغنامي باجتيازها. كصعوبات ما في مجال ما في صعوبات. بالنسبة لاسطبلات الغنامي كبداية واجهنا صعوبات يمكن زيادة عن اللزوم. بالنسبة للكهرب والماء ما كان موصل، كنا نشتغل ليل ونهار، يعني الصباح دوامنا الرسمي، بعد الدوام الرسمي نقابل المكان لغاية نص الليل، فما كان عندنا لا ماء ولا كهرباء. فقلنا ما بنوقف، قمنا وبعدنا مشينا في الخطوات، مشينا مثل ما خططنا والله الحمد، فتعدينا الحمد لله الصعب. نعم، يعني دائما النجاح لا يقف عند نقطة معينة أو عند أكيد طبعا حاجز معين. لو أردنا أن نتحدث عن الرؤية التي يضعها السيد عبيد البدواوي وشريكه في تطوير الإسطبل. إن شاء الله بإذن الله التطوير شوي شوي بإذن الله ندخل في مجالات القدرة ونحقق إن شاء الله الهدف اللي إحنا نبغى نوصل له. نعم، يعني دائما دولة الإمارات تنادي بتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية للشباب الواعد بالعمل. لو أردنا أن نوجه رسالة للشباب المقبل على العمل، ما هي رسالتك؟ شبابنا شباب واعد، ودائما الشباب يهتمون في الأشياء الجديدة والقديمة. لو نتكلم عن مجال الخيول، الخيل الرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليه: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فمجال الخيل اللي يدخل فيه ويتعمق في الخيل، الخيل بحر، يعني كل ما دخلت في مجال، كل ما تحب أنك تعرف شيء تكتشف أنك مش عارف ولا شيء. فأتمنى من الشباب أن يحاولوا، يعني لو محاولة يدخلوا في مجال الخيل بيشوفوا أن يعني الحياة تتغير عندهم 360 درجة. نعم، يعني سيد عبيد، دائما النجاح لا يكون بالعمل الفردي أبدا. من الأشخاص الذين ساندوا السيد عبيد لتحقيق حلمه إلى أرض الواقع؟ طبعا من بعد الله وحكامنا، أكيد الأهل وإخواننا، وطبعا ما ننسى شريكي أحمد السعدي، وعندنا المدرب عبيد العليلي ومساعد المدرب محمد الغيلاني، وكل ربعنا اللي متواجدين في الاسطبل، محمد السعدي، هذول ناس كانوا واقفين وياي من البداية فأشكرهم. ومن جديد أعزائي المشاهدين، معي السيد أحمد السعدي، أحد مؤسسين اسطبل الغنامي. بالبداية أسعد الله أوقاتك. يسعد الله مساءك. سيد أحمد، دعنا نتحدث نبذة بسيطة عن من هو السيد أحمد. اسمي
أحمد السعدي، حاليا الناس كلها تعرفني أبو نهيان. اشتغلت كذا فكرة وكذا مشروع مر علي، بس مثل هالمشروع ما مر علي. ليش؟ لأن المشروع هذا كان دائما في بالي، أهو الخيل، أشوف الناس اللي عندها خيل، اللي دائما يعشق الخيل، بغيت أعرف السر. عرفت السر بامتلاكي. أول بدايتي كان امتلاك خيلين، من الخيلين هذيلا زادت الفكرة، ليش ما يكون عندي مكاني الخاص؟ طرحت الفكرة عند شريكي وأخوي وصديقي عبيد البدواوي، رحب فيها وشجعني أكثر. دخلنا في هالمجال وأنشأنا هالمجال، لأن هي قبل ما تكون مشروع، هي مشروع طال عمرك هواية للطرفين. البني آدم إذا فكر فيها كبداية أن هالشيء أبا منها ربح، لا، أنا أفكر فيها أني كيف أهو الخيل وأدخل في مجاله وأتعلم على الخيل أكثر وأكثر، أنا أستفيد وعبيد يستفيد وأشخاص ثانيين إن شاء الله يستفيدون. ما هي الرؤية التي يضعها السيد أحمد لتطوير هذا المشروع؟ تطوير الفكرة هي أساس كل مشروع وأساس كل شيء ينبني عليه. هي حاليا موجود عندنا كل التجهيزات، بس شو اللي ناقصنا؟ أن نطور الفكرة يوم بعد يوم. كيف نطورها؟ بالعزيمة والإرادة، نتعلم من أخطاء اللي مرت، نتعلم من الأشياء اللي بتصير. ما نقول إن اليوم تعلمنا، لا، نفس ما ذكر أخوي عبيد، الخيل بحر في مجاله طويل وكبير. الأهم شيء في هالمجال أنك لا تيأس، وأنا وعبيد دائما كل واحد يشجع الثاني ويآزر الثاني، والحمد لله رب العالمين. الفكرة هاي بنأسس فيها تدريبات، تجهيز فرسان، تأهيل الفرسان. يعني هناك عدة خدمات ودورات ستقوم فيها في المستقبل، وتحدثنا عن الدورات التي ستعطى داخل الاصطاد. اللي تعطى حاليا هي موجودة ومستقبليا، يعني أنا بخبرت، اللي تعطى حاليا الدورات اللي هي تأهيل الفرسان لسباقات القدرة، اللي هي المراحل 40-40-80-80، بعدها يدخل في مجال السباقات الدولية إن شاء الله. تأهيل اللي هم تدريب مبتدئين من الزيرو، ندربهم على أساسيات ركوب الخيل، زائد على معدات الخيل، طريقة الأكل، شو الأشياء اللي موجودة في الخيل عشان الفارس أو المبتدئ في دخوله للخيل يعرف هذا كله. يعني تدريبات الخيل ليس بالشيء السهل. ما هي التدابير التي يتخذها السيد أحمد للحفاظ على أمن وسلامة المتدربين داخل الإسطبل؟ عندنا طال عمركم من سياسة الإسطبل الأمن والسلامة هي أهم شيء عندنا للمبتدئين. المدرب دائما يكون متواجد معهم، وتجهيزات المبتدئ أو الفارس تجهيزاته من الرأس الأساس، هاي التجهيزات أساسية، إنه بكرة لا قدر الله طاح صار له شيء، إن هاي على الأقل تخفف من خطورة الإصابة. وكذلك الأمن والسلامة ما بنا بس على المبتدئين ولا على الفرسان، حتى من عمال الإسطبل في تجهيزات، عندنا إسعافات أولية، في كذلك تأكيد اليومي على الأمن والسلامة للكل، دخولهم وتذكيرهم في الأشياء هاي. يعني هل هناك من سباقات شارك فيها الإسطبل؟ شاركنا وبدينا في المشاركة حاليا كذا مشاركة، عدنا نحن تأهيليات وأهلنا فرسان، وعدنا كذلك تجهيز للسباقات الكبيرة. يعني دائما دولة الإمارات تسعى نحو خلق فرص عمل كما ذكرنا سابقا،
يعني سيد أحمد، ما هي كلمتك عن الاستثمار داخل دولة الإمارات؟ الكلمة طالما ما في صعوبة الاستثمار حاليا في الدولة، لأن الدولة موفرة كل الإمكانيات من تسهيل تقديم الطلبات والمعاملات، مثل أي شخص يقدر يحصل على استثمار. ونفس حاليا في مجال الفروسية فاتحين أبواب كبيرة، وأنا أتكلم عن رأيي الشخصي، ما حصلت أي صعوبة من الاتحاد الفروسية.